يعني ما كندافعش عليهم، كندافع على اي مناضل. يغتصبون السجون. نزيه يعتقل لابد من اطلاق السراح ديالو. نعم. لابد من رفع الظلم. نعم. على هذا المجتمع. الان الاعلان لابد انه يتصلح يولي وعي الشعب. ماشي 700 فيلم والشعب مضمص. اصدار اكاديمية كبرى. عالج عن مناضلة من اجلها. حتى يصلح القضاء. القضاء. مخش القاضي يبقى يتصل بالتليفون. حتى مشروع. كلام. الأرقام الرسمية التي تخص الانتخابات تفيد أن عدد المسجلين بلغ 13,360,219، عدد الناخبين 7,005,050، نسبة المشاركة 52.4%، نسبة الشباب المنتخبين أقل من 35 سنة 18%. أنا ما بنتكلمش عليهم. كندافع على اي مناضل. تصبون السجون. نزيه يعتقل لابد. على ما وقع لي وانا كنقول لك ان ادوات التنفيذ مع عناصر الشرطه القضائيه مع بعض العناصر المجرمه من اتخذ القرار ديال القتل ديالي، فأعتقد جيدا لأنني سأتخذ الخطوات اللازمة أمام القضاء المغربي باش نحاول ناخذ حقي، واخا بأن القضاء هو قضاء ديال التعليمات. ونأكد من جديد على أن لا العتيقة اللي تعرضت له ولا العملية ديال الضرب والقتل، المحاولة ديال القتل العمد، عندي كسر في الجمجمة وانتفاخ في المخايخ هما الأعراض دابا اللي كاينين بالرغم من وبالتالي هذا الوقوف اليوم هنا جمعنا القوات ديال القمع في هذا البلاد، كنا نتمناو نسميوهم الامر الوطني ونسميوها السلطات المحليه، لكن مع الاسف الواقع يثبت بان هذه القوات هي قوات ديال القمع. الحاجه الوحيده اللي كيتقنوها هما يقمعوا عباد الله وما كيخليوهمش يحتجوا كما داروا لنا هذه المده، وجابوا شحاتين متنوعه من جميع انواع ديال القوات ديال القمع، وكاننا هنا في بنغازي ولا في شي مدينه في العراق اللي ما عرفش الواقع فيها. جابوا لنا الكره ديال السيمي، وجابوا لنا الكره ديال الخزنيه، وجميع انواع ديال البوليس العلني والسري اللي جالسين في القهاوي، هادو اللي جالسين مورا القهاوي، هادو اللي جالسين في السماء، هادو اللي جالسين في الارض، وكاننا ما عرفش شنو بغينا نديروا في هذا البلاد. داعي ان فقط بغينا نحتجوا وبغينا نقولوا لقد وصلت اعظم، وبان راه ما بقيناش قادرين نسكتوا، وبان من القدام ما كاين غير الاحتجاج، وبان العصا وبان الحباسات في هذا البلاد ما حلوش المشكل. ولا مخزن مالك مخلا، ولا مخزن مالك مخلا، ولا مخزن مالك مخلا.